سنن الفطرة أه، سنة زكي فطرة أولا تقليم الأظافر يا كوانزا نيكونيوا كوتشا وحلق العانة الشعر الذي ينبت حول القبل من الذكر أو من الأنثى نا كونيوا نيلي ذا سهمو سيري ونتف الإبط نا نيلي كاتكا هذه لا يمكن أن تترك أكثر من أربعين يوماً hizi hazifai kuachwa zaidi ya masiku bud an b mtu anafaa mtu anafaa ayo akizitoai kwa mwanamume na kwa mwanamke la mwanamkeaft shafatayn na mwanamume pia anafaa apunguze masharubu mpaka zisifike katika midomo miwilifali na vile vile aache ndevu واستعمال السواك في كل وقت نمت سنه نمت نفا... ن... انا أو فا... آه... كما هو كلا وقت سنه ويستحب عند الصلاه ناني... سنه Wakati wassalam. عند الوضوء، وقت نبتوادا، عند قراءة القرآن، وقت نبصم عند دخول المنزل، وقت نبقيا كونيumba، دخول المسجد، نكوييا كم سكت، أيام الليل، كسمام أو سكت، تغير رائحة الفم، يوأبم دوم تباليك هرفيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة. مثل الله صلى الله عليه وسلم اللي كونه إذا مر عليه الصلاة والسلام من طريق، أنا بكوام بيتنجاني، بعد ساعات. يشم الناس طيب رائحه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ساعات تبقى الرائحة في الطريق من طيب رائحه النبي صلى الله عليه وسلم متى صلى الله عليه وسلم اني بكون امشيطه انجاني حتى بعد اجساجي 1 وقت وانا اسقي جوا صلى الله عليه وسلم عم بيمشي فلابد ان المسلم يسير على هذا فلهو المسلم انا فاقوته نيه هي والله اعلم ان الله أن امبكمه نجوزي زائد